السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع جديدة في جبهة بيحان بمحافظة شبوة. مصدر ميداني قال إن قوات الجيش بمساندة طيران التحالف هاجمت مواقع لميليشيا الحوثي وتمكنت من السيطرة على منطقة الخزان ومفرق السعدي وجبل العلم والعكدة الغربية وحيد بن سبعان وعدد من المواقع بمنطقة عكدة صوفا. وأضاف المصدر أن الجيش يقترب من فك الحصار عن مديرية بيحان وفتح الشارع الإسفلتي الذي يصل المنطقة بمحافظة مأرب، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا خلال المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آخر المستجدات في جبهات شبوة ومحافظة الجوف، وأهمية المناطق التي تم السيطرة عليها. وفي محافظة الجوف مشاهدينا، تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم في جميع أو في جبهة البقع تحديدا باتجاه محافظة الجوف. أوضحت المصادر أن الجيش أحكم السيطرة على تباب الحجارة وأم الخرم والغربان قرب منطقة الخليقاء الواقعة شرق الخط الدولي في المنطقة الفاصلة بين محافظتي صعدة والجوف. قبل البدء مشاهدينا في النقاش، سنذهب لنشاهد هذا التقرير سويا ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد فترة طويلة من المواجهات، الجيش الوطني يصل إلى بيحان ويفك الحصار عنها. وبحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مناطق جعبور والنقوب والخزان وحيد بن سبعان القبلية والشرقية ومفرق بيحان حريب ومبلقة ومفرق الدهولي وجبل وعقدة العلم والوصول إلى مشارف مدينة العلياء مركز مديرية بيحان. طيران التحالف كان حاضرا وحاسما في المعركة، حيث نفذ 10 غارات جوية على مواقع تمركز الميليشيا لتنتهي المواجهات بأسر عشرات من الميليشيا وقتل العشرات أيضا. أما الجيش الوطني فقد سقط منه 8 قتلى، وبذلك تكون بيحان قد أصبحت في قبضة الجيش الوطني. وتعد هذه المديرية من المناطق الهامة في شبوة كونها تتوسط اليمن وتربط بين جهاته الأربع، بالإضافة إلى أن الميليشيا كانت تتخذ منها ممرا لتهريب السلاح الواصل عبر الشواطئ، إضافة إلى قربها من حقول النفط والغاز وموانئ التصدير. وبالقرب من شبوة وتحديدا في الجوف، فقد كان اليوم حافلا بالانتصارات لقوات الجيش الوطني التي تقدمت من جبهة البقع لتلتحم بالقوات المرابطة في جبهة خب والشعف. وبذلك يكون الجيش الوطني قد أنهى السيطرة على المناطق الرابطة بين محافظات شبوة والجوف وصعدة، وأحكم السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية. إذن مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. مستجدات متسارعة في معظم الجبهات في الساحل الغربي، وأيضا ما يعني وصلنا اليوم من محافظة شبوة حملة عسكرية انتهت بتحرير مديرية بيحان بالكامل، وأيضا هناك مواجهات تشهدها الجبهات ما بين في الجوف ومحافظة صعدة خلال اليومين الماضيين. هناك أنباء أيضا عن التحام جبهات محافظتي صعدة والجوف والسيطرة على الخط الدولي. هناك خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيا في صفوفها في صعدة، وأيضا في الحملة الأخيرة التي نفذت في محافظة شبوة وانتهت بالسيطرة على مديرية بيحان. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الرياض محافظة صعدة السيد اللواء هادي طرشان. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور، مرحبا. اهلا بك سيادة اللواء. لو تضعنا في يعني الصورة العامة في الجبهات في محافظة صعدة، هناك تطورات خلال الساعات الماضية، ما الجديد هناك؟ نعم، تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم. اهلا بك. وبالنسبة للتطورات الأخيرة فهي تطورات إيجابية وتقدم وانتصارات باهرة جدا على خط المواجهة ما بيننا وبين ميليشيا الحوثي
سواء من جهة الشرق، شرق المعارك كلها شرق محافظة صعدة، شرق جنوب أيضا شرق شمال. نعم. فبالنسبة للمعارك التي دارت بالأمس واليوم كانت في منطقة خليقة وما جاورها من تباب رملية كبيرة، وتمت السيطرة على 7 تباب متتالية في هذه المنطقة، منطقة خليقة. نعم. وهناك بحمد الله عز وجل أسرى، وهناك قتلى كثير من ميليشيا الحوثي، والانتصارات متوالية، وإن شاء الله أن الأيام القادمة ستشهد انتصارات أكبر بكثير مما حدث. هناك التحام لجبهة الجوف بقيادة العميد هيثم الحنتف قائد لواء حرس الحدود الأول وحرس الحدود، مع محور البقع الذي يقوده العميد بيد بن الأثلة. والمنطقة التي تدور فيها المعارك هي من جهة الجنوب منطقة الأجاشر، وإلى منطقة الخليقة من جهة الشمال. فهذه كلها مع الخط الفاصل ما بين محافظة الجوف ومحافظة صعدة تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة. نعم سيادة اللواء، يعني الكثير من المراقبين فيما يتعلق بعملية الالتحام يعني أكدوا أن الالتحام لن يتم إلا قد يعني بتحرير منطقة الخليقة بالكامل. هناك أنباء تتضارب عن أن المواجهات ما زالت تدور حول منطقة الخليقة، وهناك من يؤكد أنه تم تحريرها بالكامل. أنا اتصلت قبل لحظات بالعميد عبيد الأثلة قائد محور محافظة صعدة، وأكد لي الخبر من هناك من المنطقة نفسها، وأسر 9 يعني من ميليشيا الحوثي هذا اليوم، وهذا غير القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. فأنا أؤكد الخبر أن منطقة الخليقة ما حولها 7 تباب، تبت أم الماء وغيرها من التباب، كلها بيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم سيادة المحافظ تكرم بالبقاء معنا، سنشرك معنا أيضا في النقاش، سينضم إلينا الناطق باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيادة العميد، دعنا نبدأ معك من العمليات الجديدة والمستجدات في محافظة شبوة. هناك أنباء تحدثت عن السيطرة الكاملة على مديرية بيحان من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة هناك، ما هي آخر المستجدات في هذه الجبهات في شبوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن جيشنا والمقاومة الشعبية المسنود بطيران التحالف حقق انتصارات كبيرة أمام انهيارات غير مسبوقة بصفوف الميليشيات الانقلابية الحوثية، حيث سيطر جيشنا الوطني ومقاومة الشعبية على مواقع الجعبور والمعيقيب والنقوب والخزان وحيد بن سبعان وعكد صوفة والصفحة القبلية والشرقية ومفرق بيحان حريب ومفرق مبلقة ومفرق الدهولي وجبل العلم وعكدة العلم. ووصل الجيش الوطني أخي إلى مدينة العلياء مركز مديرية بيحان، والقوات الآن تتقدم في أرجاء المدينة وتسيطر على المدينة وتقوم بالتعامل مع القناصة والجيوب المتبقية في هذه المدينة، كما تقوم فرق الطاقم الهندسي بإزالة تلك الألغام التي زرعتها تلك الميليشيات الانقلابية في أرجاء المدينة والطرقات أيضا وأمام المنازل المواطنين لاستعادة المواطنين لأن يعيشوا آمنين في تلك المدينة. نعم سيادة العميد، هل يمكن القول من خلال التحرك الأخير أن عجلة التحرير دارت بالفعل في محافظة شبوة، ولعلنا سنسمع يعني خلال الساعات القادمة تحرير المحافظة وإعلانها محررة بشكل كامل؟ فعلا لم يبقى أخي العزيز إلا سوى 20% من مديرية بيحان في بعض الكهوف والجبال التي اختفت فيها تلك الميليشيات الانقلابية. أما مديرية بيحان فعسيلان فتعتبر محررة بالكامل، لم يبقى إلا بعض الجيوب والقناصة، والتي عما قريب ستزال تلك البقايا من الميليشيات الانقلابية، وستكنس كنسا جيدا من قبل الجيش الوطني. الميليشيا الانقلابية أخي العزيز اليوم فرت أمام ضربات الطيران ومن ضربات الجيش الوطني نحو محافظة البيضاء،
وإن شاء الله بعد استكمال تحرير هذه المديرية عسيلان وبيحان سيتم الانتقال إلى محافظة الحديدة تمهيدا إلى العودة إلى محافظة ذمار واستعادة العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية. نعم، إذا تكرم معنا بالبقاء سيادة العميد ركن عبدوم مجلي. أعود لي ضيفي الآخر سيادة اللواء هادي طرشان محافظة صعدة. يعني سيادة اللواء، اليوم تحرك كبير في محافظتي الجوف وصعدة، وهناك كما يبدو عملية التحام. يعني هل يعني نستطيع القول أن هناك استراتيجية يعني جديدة في مسألة التقدم بشكل أسرع باتجاه معقل الميليشيا؟ نعم أخي، أنا حقيقة يعني أؤكد أن التقدم في جبهات محافظة صعدة يعني انهيار الجبهات أو ضعف الجبهات الأخرى، سواء في الجهة الغربية في الحديدة أو في الجهة الشرقية في بيحان وشبوة والبيضة أو أيضا في جبهة صنعاء في نهم. محافظة صعدة أخي هي المحافظة المقدسة بالنسبة لهذه الميليشيا الإجرامية الإرهابية، وهي ترى أن أي خسارة ولو بسيطة في جبهة محافظة صعدة يعني تعني لها كارثة كبيرة جدا، وهذا ما نلاحظه من خلال دفعها بأفضل المقاتلين لديها وأيضا بالقيادات. هناك قيادات كثيرة آخرها أبو جبريل قبل أمس يعني في يقتل في البقع. لا شك أن التطورات الأخيرة جاءت من خلال استراتيجية جديدة ومن خلال تغيير أيضا في الاستراتيجيات الماضية، وإن شاء الله أن الأيام القادمة ستشهد إن شاء الله انتصارات متوالية سواء في جبهات صعدة أو في غيرها من الجبهات الأخرى، لما نشاهده من استراتيجية جديدة لدى الجيش الوطني والمقاومة، وأيضا بمساندة ومعونة إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم سيادة اللواء، يعني اليوم أيضا كما هو واضح المعارك يعني ما زالت تدور في الأطراف وحول المحافظة. يعني إذا ما تقدمت القوات باتجاه عمق المحافظة، كيف تقيمون الوضع هناك؟ يعني هل الميليشيا ما زالت يعني تتمتع بقوة كبيرة داخل المحافظة تمكنها من المواجهة إذا كان هناك عملية اقتحام للمحافظة؟ أخي لا يخفى أبدا على أي خبير استراتيجي عسكري أن تمركز القوة هو في المكان الذي ترى الميليشيا أنه مكانها وأنه يعني قاعدتها، فهي لا شك أنها المعركة في صعدة غير المعركة في بقية المحافظات. ولا أنقص من جهود وتضحيات إخواننا في بقية المحافظات، لكن الكل يعلم أن محافظة صعدة لو سقطت لانهارت هذه الميليشيات في بقية المحافظات، فلا شك أنها ستحافظ بكل ما تستطيع من قوة على هذه المحافظة وعلى كل شبر في هذه المحافظة، مع أن هناك إصرار كبير جدا ومعنويات عائلية للوصول إلى قلب المحافظة وإلى تحريرها من هذه الفئة الإجرامية الإرهابية التي عادت في اليمن فسادا. نعم، بمعنى أنه الهدف الرئيسي هو الوصول إلى عمق المحافظة وليس معارك على الأطراف للضغط يعني تشتيت الميليشيا عن بقية الجبهات. بالضبط، وهذا أيضا رد على بعض التكهنات الصحفية أو من يريد أن يعني يصطاد في الماء العكر. نحن سنقاتل من أجل أن نحرر كل الشبر في اليمن، وعلى رأس الجميع محافظة صعدة التي هي منطلق هذه الجماعة الإرهابية. ليس هناك معارك جانبية وليس هناك معارك يعني على الهامش أو على الحدود كما يزعم البعض، وإنما المعركة الفاصلة ستكون إن شاء الله هناك على جبل مران في محافظة صعدة ورفع العلم الجمهوري، كما وعد بذلك رئيس الجمهورية المشير عبد الرب المنصور هادي حفظه الله. نعم، هنا سؤال أخير سيادة المحافظ بشأن دعم التحالف، كيف يعني تقيمون دعم التحالف لهذه الجبهات المحيطة بصعدة؟ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والسودان وغيرها من الدول
لا شك ولا ريب أنه لولا الله عز وجل ثم هذا الدعم من إخواننا في التحالف العربي لكانت الأمور صعبة جدا في التقدم. لماذا؟ لأن الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الشعبية لم يكن يمتلكوا سلاحا ولم يمتلكوا الدبابات ولا المسطحات، فقد كان الجيش كله بما يملك من عتاد مع الميليشيا الإجرامية عندما سلمها علي عبد الله صالح لهذه الجماعة. فلا شك أن التحالف العربي أمد المقاومة والجيش الوطني بالسلاح والعتاد ونشكرهم ولا يزالون يمدونهم وهم معنا في كل خطوة، ولا ينكر هذا الكلام إلا إنسان جاهز. نعم، أشكرك جزيل الشكر محافظة سعد اللواء هادي طرشان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشرك معنا أيضا في النقاش، سينضم إلينا من القاهرة المحلل العسكري سيد علي الذهب. سيد علي مساء الخير. مساء النور. سيد علي، بداية يعني لو لاحظت أو لاحظنا جميعا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية هناك تقدم متسارع في الساحل الغربي، وخلال الساعات الماضية هناك تقدم في شبوة والسيطرة على مديرية بيحان، وأيضا تحرك في الجوف وصعد. هل يمكن القول أن القرار اتخذ بمسألة حسم عسكري بشكل كامل في جميع الجبهات؟ تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. أتصور أن ما يجري هو امتداد للعملية العسكرية التي تدور منذ أكثر من عامين. أما بشأن القرار، قرار الحسم، فالحسم لا يؤخذ تجزئة ولكن يؤخذ جملة وتفصيلة، وهذه مفردة من مفردات الحرب أو معركة من معارك الحسم الذي يهدف إليها الجيش الوطني ومن ورائه التحالف. أتصور أن أيضا أن ما جرى أو ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية حتى اليوم سواء في جبهة ميدي أو الساحل الغربي بين الخوخة وحيس أو المناطق الموجودة بينهما أو في بيحان اليوم هو محصلة واستثمار للتصدع جبهة الانقلاب بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء بعد مواجهته مع الحوثيين. وهذا الاستثمار هو انكشاف أمام الرأي العام وأمام الجماهير التي كانت خلف صالح بأنها كانت مع تساند حليفا غادرا يعني أودى بشريكهم إلى المهالك. نعم. إذن سيد علي تكرم بالبقاء معنا، سأعود لضيفي الآخر العميد ركن عبدو مجلي الناطق باسم الجيش الوطني. سيادة العميد، يعني هناك مناطق كثيرة تم السيطرة عليها في محافظة شبوة اليوم، ما الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه المناطق؟ أشكرك أخي العزيز وأشكر ضيوفك الكرام على مشاركتهم الفعالة معنا والاهتمام بانتصارات الجيش الوطني سواء في صعدة أو الجوف أو شبوة أو في الساحل الغربي جبهات الحديدة. نعم. أخي العزيز، الأهمية الاستراتيجية المواقع المحررة، أولا قطع الإمدادات عن ما تبقى من جيوب الميليشيات الإنقلابية الحوثية المختبئة في كهوف الصفراء والجبل العلم وكذلك جبل السليم. ثانيا أنها تحرير هذه المحافظة التي تعتبر فيها الثروة النفطية والثروة الغازية، كذلك أخي العزيز أنها على مفترق طرق بين محافظة البيضاء وكذلك محافظة مارب والذي سيشكل التحام الجبهات سواء مع البيضاء أو مع محافظة مارب. النقطة الأهم أخي العزيز أيضا سيتم قطع الإمدادات وتهريب الأسلحة عن الميليشيات الإنقلابية الحوثية وسيسهل الطريق نحو التقرب إلى محافظة البيضاء ومن ثم إلى ذمار والعاصمة صنعاء. نعم، لكن سيادة العميد لو ذهبنا للحديث حول الجبهات الأخرى في صعدة والجوف، وكما يعني نتابع من خلال يومين هناك مسعى كبير لالتحام الجبهات ما بين محافظة الجوف وصعد، ما الجديد هناك وما الاستراتيجية في عملية الالتحام التي يسعى إليها الجيش والمقاومة هناك؟ يا فعلا أخي العزيز، إن تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقة الخليقاء
غرب القميشات الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، والتحمت قوات الجيش الوطني في البقعة بجبهات الجوف. هذا يمثل أهمية استراتيجية كبيرة، ولذلك لتحقيق وتنظيم التعاون بين الجبهات سواء في صعدة أو في الجوف، وكذلك أيضا يحقق التعاون والمناورة بالقوات والوسائل، وكذلك يحقق تنظيم التعاون أيضا مع الدول التحالف العربي وبالأخص مع الطيران سواء الطيران المقاتل أو الطيران الأبطشي، وكذلك أيضا يحقق التركيز المهم والهام لضربات الجيش الوطني لتلك الميليشيات الإنقلابية. وفعلا كما يقال وعلى الباغي تدور الدوائر، فتكتمل دائرة الحصار على الميليشيات الإنقلابية عندما تلتحم أخي العزيز جبهة صعدة بجبهة الجوف، وتلتحم جبهة مارب بمحافظة شبوة، ثم تلتحم مع محافظة البيضاء، ثم تشكل طوقا مع محافظة ذمار لتحرير العاصمة صنعاء، وكذلك مع جبهات نهمة التي هي من الجهة الشرقية. كذلك حصار الإنقلابيين عبر الساحل الغربي في جبهات محافظة الحديدة سواء جبهة حيس وجبهة التحيتة والخوقة، هذه الجبهات التي ستأمن تهريب الأسلحة، عدم تهريب الأسلحة من عبر البحر للميليشيات الإنقلابية والتي تأتي إليها من إيران، وكذلك أيضا ستصل المساعدة الإنسانية سواء إلى إقليم تهامة أو غير، وكذلك أبناء الشعب اليمني جميعا في كل المحافظات. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح العميد ركن عبدو مجلي الناطق باسم الجيش الوطني. أعود لضيفي الآخر من القاهرة المحلل العسكري علي الذهب. سيد علي، لو تحدثنا عن المعارك في صعدة والجوف، هناك مسعى من قوات الجيش والمقاومة لالتحام الجبهات، هل يعني بمسألة الالتحام إذا ما تمت بشكل كبير ما بين المحافظتين سيحقق يعني إنجاز كبير على مستوى المعارك في المحافظتين؟ بطبيعة الحال فإن أي التحام يمثل بين قوتين متقدمتين يعمل على جسر الفجوة في منطقة الفصل والوصل بين هاتين المحافظتين، وبالتالي تؤمن حركة القوات بكل سهولة وبكل كفاءة وفاعلية، وتعمل أيضا على يعني وقف إمدادات الطرف الآخر الحوثيين أو وقف عملية التهريب أو النصب صواريخ أو منصة إطلاق صواريخ كما حدث في الأشهر الماضية. معظم الصواريخ التي تطلق سواء كانت البالستية أو لا نقول معظم ولكن نقول بعض الصواريخ التي أطلقت كانت تطلق من مناطق في إطار محافظة يعني صعدة وفي الجوف وأيضا حتى في شبوة كانت تطلق منها الصواريخ التشتة. نعم سيد علي، أيضا نعم سيد علي، أيضا هناك في مسألة المعارك في صعدة والجوف، في صعدة الكثير يتحدث أن المعارك هي تدور على أطراف المحافظة من أجل الضغط على الميليشيا والعمل على إرباكها في جبهات أخرى، لكن المحافظ أيضا يؤكد أن ما يدور من معارك هناك هو الهدف الوصول إلى عمق محافظة صعدة، مع أي من الرأيين تتفق؟ بطبيعة الحال مثل هذه الأمور يحددها الاستراتيجيون أو معدي الخطب وهم أدرى بهذه، لكن بطبيعة المعركة أرجح أن يكون الاتجاه الضربة الرئيسية في الأماكن الأكثر أهمية التي يمكن من خلالها الانطلاق نحو المعاقل الفرعية للحوثيين والتي يتحصنون فيها، بالتحديد قادة الجماعة الحوثية ومخازن الأسلحة التي هربت من صنعاء سواء كانت أسلحة ثقيلة يعني دخلها الحوثيون لمعارك قادمة أو صواريخ باليستية أو صواريخ مهربة، لأن مثل هذه المناطق هم يعتبرونها مناطق معارك مستقبلية في حال تراجعوا أو تقهقروا من محافظات من العاصمة صنعاء أو من عمران أو ما
في محيط هذه المحافظات، وبالتالي فإن اتجاه بربرسية يحددها واضع الخطط الاستراتيجية وفق ما لديه من المعلومات. وأنا أرجح أنه بالسيطرة على محافظة صعدة العاصمة أو المدينة تعتبر عواصم المدن هي أهم النقاط التي يجب أن يسعى إليها الجيش الوطني حتى يكسب ثقة الجماهير التي ستلتف حوله، لأنه لارتباطهم بالمصالح التي تدار داخل هذه المدن. نعم سيادة يعني سيد علي، يعني في إذا ما تحدثنا عن هناك بعض الجبهات أيضا في الوقت الذي تتحرك وتيرة المعارك في جبهات أخرى نجد جمود في المعارك فيها، لو حددناها مثلا في جبهات تعز ونهم، يعني ليست بالوتيرة التي نشهدها في الجبهات الأخرى سواء في صعدة أو شبوة أو الساحل الغربي مؤخرا. حقيقة هناك عامل سياسي يلعب دور في تحريك الجنود الذي يحيط بهذه البلاد، وهناك عمل هذا العمل السياسي يتمثل في المكونات التي يخشى منها أن تستأثر بثمار الحرب أو مكاسبها مستقبلا، وعلى وجه الخصوص وبكل وضوح حزب التجمع اليمني الإصلاح، مع أن من وجهة نظري الشخصية أنه حزب سياسي لا يمتلك ميليشيات يمكن أن يرجح بها كفته في أي معترك قادم، ويخضع تخضع لديه مقاتلين فعلا، لديه قدرة على الحشد الشعبي في أي معركة، وهذا هو ما يطيل أو ما يجعل الحركة هذه الجبهات بطيئة، فضلا عن عوامل أخرى يعني يراها يعني الطرف الذي يقدم على هذه المعركة، سواء كانت متعلقة بطبيعة التضاريس أو السكان أو أقصد التنوع. نعم لكن سيد علي أيضا لو نظرنا للتقارب الأخير مع الإمارات العربية المتحدة، كيف تنظرون لهذا التقارب؟ يعني هل سينعكس على مجرى يعني المعارك على الواقع؟ التقارب مرهون بالنوايا الصادقة، إذا كانت هنالك نوايا صادقة لدى التحالف تحديدا التحالف، لأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع احترامي الشديد هذين القطبين كان لهما ثلاثة أهداف حقيقية داخل اليمن. الهدف الأول هو ضرب الحوثيين، والهدف الثاني وهو ضرب جماعة الإخوان التي يقال أن حزب الإصلاح فرع منها، والهدف الثالث تحقيق مكاسب استراتيجية مطلقة في إطار ما يسمى بالمكاسب المطلقة للحرب. وبين هذه الثلاث هناك خيوط رفيعة تتقارب أو تتباعد، بحيث تتباعد الأهداف التي يمكن أن تتحقق. فمن يريد أن يحصل على هذه المكاسب لا بد أن يكسب أحد الأطراف، ولا أعتقد أن الحوثيين أكثر قيمة من حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهي الحزب أو الجماعة التي يكاد يكون هناك إجماع وطني على أنها تمثل يعني كثير من أطراف المجتمع. إذا ما حصرنا الحركة الحوثية في حركتها الأولى الأيديولوجية الجارودية وليس الزيديون الذين يقاتلون في صف الطرفين ليس لمعتقدين وإنما لحمية وطنية أو تمويل إعلامي أو حمية قبلية أو من هذا القبيل. نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكر أيضا ضيوفي المحافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان، والشكر أيضا للعميد ركن عبدو مجلي الناطق باسم الجيش الوطني. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.